أشاد حزب المؤتمر بقرارات مجلس النواب بإحالة النائبة نشوى رائف للجنة القيم والموافقة على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي. قال حزب المؤتمر إن قرار النواب بتحويل النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم بسبب ما نسب إليها من واقعة غش بامتحانات الفرقة الثالثة بكلية حقوق جنوب الوادي يمثل الالتزام بالقيم والمبادئ والمثل، ويعد نوعا من الإصلاح الداخلي والتقويم من المجلس لأعضائه. كما وجه الشكر لمجلس النواب على دوره في مكافحة الفساد بعد موافقته على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، مشيرا إلى أن القرار يعبر عن التزام المجلس بتطبيق القانون والدستور على أعضائه، وأن الحصانة ليست مانعا أمام المساءلة القانونية لأي مخطئ.